حدث يوم الجمعة الماضية، يعني أسبوع يعتبر قضاء وقدر. ما شهد الإقليم مثل تلكم التساقطات، الوادي جرف الدور والقبور وجر الممتلكات والمخطوطات، الوادي أتى على الأخضر واليابس وترك جنباته قاعا صفصفا. اعتبرنا جماعة أقلو باعتبارها جماعة المستقبلة، اعتبرناها بمثابة الحنجرة التي لا بد أن تمر بداخل أن تمر فيها كل السيول المتجهة إلى الساحل الأطلسي. الأدهى والأمر أن منطقة الخنابيب تيمزليت القليعة القصبة دغيمس الفيض تتغذى بدورها وتتأطر من مياه سيدي عبد الرحمن ووادي إصح، يعني وادي سيدي عبد الرحمن ووادي إصح. هذه الخسائر كلها وقع عليها إجماع ووقع عليها التفاف، وقلنا بملء أفواهنا صرخة واحدة للحكومة أن تعلن ما وقع في جماعة أقلو وقع في جميع الجماعات بدائرة تيزنيت، وعددها 8 بالإضافة إلى الجماعة الحضرية، وبدائرة أنزي وعددها 7، وبدائرة تفروت وعددها كذلك 7، إضافة إلى الجماعة الحضرية، يعني 25 جماعة، جماعتان حضريتان و23 قروية، كلها تأطرت. الجسور متهالكة، الدور منهارة، العائلات منكوبة، الاتصالات مقطوعة، ولذلك لم يشهد الإقليم مثل تلكم التساقطات. تصوروا أنه صباح الجمعة 102 ديال المليمتر، تصوروا أن حقينة سد يوسف بن تشافين كانت على مستوى 18%، انتقلت ل 21%، بداية الأمطار انتقلت ل 31%، في نصف الجمعة إلى السبت في نصف يوم دخلت 78%. النتائج ما ترون، لن نكتفي بهذا القدر بطبيعة الحال، لابد أن نبلغ صوتنا في قبة البرلمان وما يثلج الصدر كذلك، أن هناك تعاونا بين كل السادة البرلمانيين. هنا اختفت الانتماءات السياسية، هنا توحد الجميع على كلمة واحدة وواحدة، أننا مع وطننا، وطننا يستحق منا كل الدفاع، وطننا يستحق منا أن نعلن ما أعلن عنه جلالة الملك في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وبمناسبة افتتاح الثورة الخريفية بطبيعة الحال، عندما قال حفظه الله: يجب أن نعتز بمغربيتنا. نحس أن المغاربة اتصلوا من داخل المغرب ومن خارجه، هذا عنوان التآزر، هذا عنوان التآلف. إذن اتفقنا جميعا نحن برلماني إقليم تيزنيت على أن نتوحد على كلمة واحدة، وأن نهيئ ملفات واحدة، وأن ندق أبواب الوزارات واحدة واحدة. أكثر من هذا، غدا إن شاء الله عندنا اجتماع بمجلس جهاز سوسمة الصدرة، سيلتئم فيه كل برلماني الجهة من أجل أن نتوحد على جميع الملفات، لأن ما أصاب إقليم تيزنيت أصاب كل أقاليم الجهة. ونسأل الله تبارك وتعالى اللطف فيما جرت به المقادير، ونحمد الله تعالى على كل حال، ونعم بالله.